جرى يا اسمك ايه؟ جرى ما تخليش حركة كده وحشة. طب ما يعدي بقى، ما هو كل ده بيودي لو بيعمل سكة انت ما تعرفش اللي قلت كده. احكي بقى يا مدرسة دي مجنونة. حلو ولا وحشة؟ والله حلوة؟ لا والله بداية ببارك لك على التواجد الكبير جدا في المسلسل، وليه شفت رد فعل الجمهور على السوشيال ميديا كان كبير جدا، وكله كان مهتم. يعني الفنانه دي رجعت تاني الساحه وقدم حاجه حلوه. يعني بس مش كل الموجود على السوشيال ميديا حقيقي، يعني ساعات بيبقى مزيف، ولكن شفت ردود الافعال الناس اللي انا مستنيه اعرف ردود الافعال بتاعتها، وطبعا بعد كده الجمهور. خد بالك ان المسلسل برده ما اتذاعش على القنوات المصريه، ده منصه، وانه يتشاف بالشكل دوت ويبقى فيه ردود افعال كده، يعني حاجه تسعدني اكيد. اتمنى ان شاء الله يبقى على قنواتنا المصريه باذن الله. قمت بدور شخصيه ياسمين، وليه اثرت فيك ازاي؟ كل يعني ما في شخصيه بتاثر فيا، يعني في شخصيات بتصعب عليا، لكن ما في شخصيه بتاثر في اللي انا اللي بعملها بقدمها. لكن هي كانت صعبانه عليا من الاهمال اللي يعني من ناحيه جوزها، وشخصيه قويه جدا، وشخصيه كبيره اخواتها، فان ده يبقى في شخصيه كده فعجبتني. رد فعلك كان ايه اول ما شفت الشخصيه على الورق؟ اتبسطت وعيطت وتشديت وكلمت على طول استاذ تامر، قلت له طبعا طبعا، لان هو لما بعت لي يعني قلت له انا معاك، فقال لي لا لازم تقري، قلت له بس انا بقول لحضرتك انا معاك يعني. فلما قريت قلت له طبعا على طول، رحت ومضيت جدا يعني، كنت مبسوطه. استعدادي للشخصيه ازاي؟ هل مثلا استعنت بحد شبه الشخصيه دورت عليه؟ الممثل طول ما هو يعني عايش في الحياه دايما بيصور بذاكرته الفوتوغرافيه زي ما بيقولوا، بيشوف شخصيات في الحقيقه. وياسمين موجوده، مين ما بتعانيش من الاهمال، مين مش مكافحه في الحياه، مين مش كبيره اخواتها، يعني في كل أسرة هتلاقي ياسمين موجود. كلنا تعودنا نشوف يعني ريم في شكل المرأة المصرية في المسلسلات بتجذبنا. انت حبيتي او لقيتي نفسك اكتر في المسلسلات ام في السينما بشكل عام؟ انا بدايتي دراما صح، واخر عمل هو دراما ان انا بعيط بجد وبحزن بجد وبستعد قبل المشهد وبعد المشهد، ويومي بيقفل والدموع بتبقى جد، وده انا حتى استاذ تامر يقول لي العروق تعبتني يعني. فمشاهد صعبه يعني، هي قليل قوي ما كانت بتضحك او مجتمع بالعيله يعني، لكن كل المشاهد محتاجه شغل جامد قوي. طب انا صدقت مثلا يعني خلال المشهد الفني، يعني مشهد يستدعي البكاية، قلت يعني المجموعه مش عايزه تنزل؟ كان بيحصل طبعا، ولكن الحمد لله بقوه المخرج اللي انت بتشتغل معاه بيحطك على التراك المظبوط. زي ما كده احنا بنتكلم الاساتذه بيرقوا مثلا، تبقى انت مش قادر تجمع الكلام او مش يعني فاهم قصدي، ولكن هنا يعني الحمد لله انا من حظي كمان من بدايتي انا بشتغل مع اكبر المخرجين ما شاء الله، ودايما المخرجين دايما دايما بيحطوا الممثل بالذات المشاهد الصعبه اللي بتبقى فيها دموع دي ما بتقدرش تتعايد كتير. طب ازاي يعني بتسترعي البقية عشان توصلي لحد؟ لا هديك درس بقى، تعالى معايا. بيت معلش قبل ما
مثلا كتاريخية مثلا لا مش عارفة يعني ما قدرش ما مش من النوع اللي هي عايز أقدم شخصية معينة شخصية تاريخية ليش يعمل عمل تاريخي طبعا وشارك فيه يعني لا مش عارفة تحقيق المصري المسرح فيه هو نفسه يعني فين المسرح حتى مسرح مصر دلوقتي وقال لهم بقوا أساتذة أبطال ونجوم ما بقوش يعملوا مسرح خلاص يا جماعة في يوم في يوم شخصية كبيرة تمثل هل الفيلم تحل ما تحقق في يوم أم في شخصية معينة لسه منتظرة حتى ما يعني أي نجمة ما اشتغلتش معاه نجم كبير أتمنى طبعا أشتغل معاه ولكن أنا كان نفسي في حياتي أشتغل مع الراحل نور الشريف واشتغلت معاه دي كانت أمنية والحمد لله شكرا نور 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 ن